السلام عليكم، شلونكم شباب؟ فيديو اليوم عن لعبة محاكي الصيد، كيف انك تحصل هذا السلاح اللي بيدي اللي كتير اشخاص سألوني عنه، وسلاح تاني برضو قوي، شلون تحصلهم، كيف تشتريهم، وايش فائدتهم، يعني ايش الفرق بين هذا السلاح والسلاح التاني. هذا سلاح عشان الحيوانات يعني حجمها متوسط لفلة متوسط بين الاربعة لحد الستة هيك شي، والسلاح التاني هذاك الاقوى منه هو هذا السلاح اللي اقصد عنه، عشان الحيوانات اللي ليفلها عالي يعني من السبعة وفوق. فشلون تشتريهم؟ هو من موقع السيم، انا محمل اللعبة والعبها على البي سي، فاللي عنده بلاي ستيشن اتوقع ما تختلف الخطوات كتير، تقريبا نفس الاشي، لكن انا ما اعرف اذا تصير على الاكس بوكس 1، اتوقع برضو تصير موجودة، لازم تكون موجودة، لكن شباب انا ما عندي اي خبرة، يعني ما افهم كتير بالبلاي ستيشن والاكس بوكس او السوني، لاني مش لاعب اللعبة ولا بحياتي كلها لاعب على بلاي ستيشن، عندي واحد بس رافعه ما استخدمه لا اسوي في شيء. لكن على كل حال الفيديو اليوم شو انك تشتري الاسلحة هذول الاثنين اللي انا بنفسي افضلهم والعب فيهم دائما، فشغلة بسيطة، تروح على موقع الستيم. بس رحت على موقع الستيم، على فكرة اذا بتشتري اللعبة بس اكتب ذا هنتر يطلع لك هون اسم اللعبة، شايفين تضغط عليها وبعدين يطلع لك جوا اللعبة كلمة بالانجليزي باي او شراء بالعربي، وجواها هذول شايفينهم جواها هذول المابات، ويمديك من جوا اللعبة نفسها تروح على المابات، يعني وقت اللي يقول لك في خيار سيلكت ريسيرف تقلب بين المابات وتشوف الماب اللي بدك اياه، وفي جواه كلمة باي تضغط عليها عشان ينقلك لصفحة الشراء، يعني نفس الاشي. لكن احنا اللي يهمنا انه شلون تشتري الاسلحة، تكتب ذا هانتر تعطيها انتر، لا تختار اللعبة لانه ما راح يطلع لك هاي القائمة يا شباب، ماشي؟ ما بعرف اذا في غير طريق انك تطلع هاي القائمة، بس انا دائما بس اكتب ذا هانتر واضغط انتر فيطلع لي هاي القائمة، ماشي. في هنا عندك خيارين، عندك هون على ثلاث خيارات على اليمين، اذا اخترت الاختيار الثاني هاي الايتيمز ان ماي ليبراري، يعني هو يخفي لك كل شيء انت باكجات مشتريها، فخلي لك بس الباكجات اللي انت مش مشتريها متعلقة اللي متعلقة بلعبة محاكي الصيد. لكن انا بحالتي ما راح اخفيها، لاني سلاح مشتري مسبقا، واذا فعلت هذا الخيار فراح يخفي لي اياها، تاع السلاح اللي انا قصدي عنه. فالسلاح اللي انا هو قصدي عنه الام 1 عشان الحيوانات الحجم المتوسط. طبعا في اسلحه كثير يا شباب، مو بس هذا السلاح، في عندك هون لك القوس، في عندك هذا المنظار الليلي، طبعا مو بس المنظار لحاله يجي معاه، هو باكج يجي معاه اشياء ثاني. خلينا نشوف هيك بشكل سريع، تاخذ القوس هذا، تاخذ منظار بالليل مثل ما انكم شايفين، هذا القوس برضه يعطيك معاها منظار، يعني هذا الباكج، يعني يجي يعني بالباكج شغله او شغلتين. فاللي احنا يهمنا هو سلاح الام 1 المحبوب، يعني بصراحه انا افضل سلاح عندي، المفضل عندي بهاي اللعبه، فندور عليه. لحظه هسه بس لقيته لكم. اسم السلاح يا شباب، اسم السلاح انا شاري من قبل، اسم السلاح سموكينج، لازم يبلش هذا هو، شايفين ذا هانتر كول اوف ذا وال سموكينج بيرلز، نضغط عليه، هذا هو الاسم يا شباب، احفظوا الاسم كتير منيح، سموكينج بيرلز ويبن باك، هذا هو الباكج. ايش تحصل مع هذا الباكج؟ تحصل هذا السلاح بارودة قديمة، بصراحة هاي قوتها رهيبة، وخاصة حشوة البرودة على الطريقة القديمة فجدا رهيبة يا شباب، يعني هذا كله باكج واحد يجي معه أكثر من سلاح، انتم شايفين، ويجي ترى بعدة ألوان، ها هذا اللي أنا بدي إياه، شايفين هذا السلاح، حتى هذا يجي بعدة سكنات وبعدة ألوان، ثلاث أشكال يمكن أتوقع. فهذا هو سلاح الإم 1 عشان الحيوانات الحجم المتوسط، ماشي. سعر هذا الباكج أتوقع $4 أو $4 مثل ما شايفين هون، لكن أنا مشتري، ما في داعي أشتري مرة ثانية. هذا لحظة، طيب ايش منه، نتابع. هذا أول سلاح، ماشي. السلاح الثاني لازم تطلع يعني لهي القائمة، لحظة بس نطلع. السلاح القوي هذا أنا قصدي عنه، ها اللي ما بعرف ايش اسمه، والله ناسي اسمه، هسه اشوف لكم اياه. تختار سيلكت ريسيرف، هاي يعني عشان تختار المابات، ولازم يكون عندك مشتري ماب السافانا على حسب ما اتوقع يا شباب، واللي يعرف 100% اذا هذا هو الشكل الصحيح لشراء السلاح القوي اللي انا قصصت عنه، هسه بعد شوي افرجيكم اياه. فاتوقع لازم تشتري هذا الماب،
ما بالسافانا انتم ماكم شايفين، تشتريه هون يطلع كلمة باي، تشتريه عشان يعطيك الأسلحة هذولاك، تشتريهم بالعملة اللي توفر لك إياها اللعبة، يعني مثل الكاش بي بي أو شيء بتعرفوا أنتم، يعني مش فلوس حقيقية جوا اللعبة هي الفلوس. فهيك بدك تشتري سلاح التاني ماشي. فخليني أفرجيكم إيش هو السلاح. لحظة، السلاح اللي أنا أقصده هذا سلاح الام 1، عدة أشكال، هذا أول شكل، هذا ثاني شكل، وهذا ثالث شكل. هنا نشوف السلاح القوي اللي نحن بيهمنا. والله أنا خايف تكون ضيعته يا رجال. لا ما ضيعته، هذا هو. يجيك بشكلين، أنا اشتريت اللون الخشبي، ما بعرف شايف شكله أحلى، بس إذا بدك تشتري يعني اللون الثاني برضه شكله حلو أسود. فاسم هذا السلاح 300 كينينج ماغنام فرونتير، هيك كان على حسب ما قريته، مش ماشي. هذا اسمه موجود هون. سلاحين نفس الاشي، لا كل اسم واحد، يعني الكلمة الأخيرة تختلف أتوقع عشان الشكل. هذا سلاح قوي للحيوانات في ليفل 7 وأعلى. أما سلاح الإم 1 خليني أفرجيكم إياه، اللي أنا مفضل أحلى سلاح عندي هو هذا عشان الحيوانات اللي ليفل يعني متوسط، نقدر نقول بين الأربعة والستة هيك شي تقريبا. السبعة برضو ينفع استخدم لليفل 7 هذا السلاح، لكن البفلو استخدم السلاح الثاني. طبعا مع هذا السلاح اللي يجي بعدة أشكال مثل ما انتم شايفين، هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل، يمديك تحصل معاه السلاح هذا اللي حشوته قديمة، بصراحة عجبني كثير والله العظيم رهيب. شوف هذا شكل وهذا شكل وهذا شكل. طبعا هذا يجيك كله فري، هذا اللي تشتريه بفلوس حقيقية من الموقع الستيم الباكج، كله يجيك فري، ما في يعني داعي تدفع من الاكس بي بتاع من اللعبة او هذا الكاش ما بعرف ايش اسمه. اما السلاح القوي فلازم تشتري الماب، ماب السفارة مثل ما قلت لكم، او هذا السلاح لازم تدفع من هاي العملة اللي جوا اللعبة، حقه 70,000، 75,000 صار. المهم هذا هو سلاح يا شباب، افضل سلاحين. وفي سلاح بتمنى انك تشتريه، اتوقع يجيك مع باب السافانا، مش متاكد يعني هذا ولا سلاح تاني اللي يجيك مع باب السافانا، والله ما بقى اذكر انا شباب، لاني مشتري الماب وما بعرف اذا هذا هو سلاح ولا لا. هذا سلاح اقوى الاسلحة هذول، هذا نفس النوع اقوى الاسلحة بصراحة. برضو اشتري هذا عشان حيوانات حجمه جدا ضخم. هذا كان كل شيء يا شباب، طريقة شراء اللعبة والاسلحة. أتمنى تكون استفدت، إذا استفدت تقولي لايك وشير واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل إشعار بالفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله.